الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام، ما زلنا مع رياض قصص الأنبياء، وضيف هذه الحلقة المباركة نبي من أنبياء الله عز وجل، كان أمة، سماه الله تعالى في القرآن الكريم بالأمة، فقال عز من قائل: إن إبراهيم كان أمة قانتا، بل إن الله عز وجل اتخذه خليلا، فقال سبحانه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وابتلي إبراهيم مع قومه بعبادة الأصنام، حيث كان أبوه أقرب مقربيه، يسمع التماثيل ويعبدها ويتاجر فيها. ولذلك جاء في القرآن الكريم: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، بل إن إبراهيم عندما أراد أن ينصح أباه نصحه بالتي أحسن. يا أبتي، شفت الأسلوب، أسلوب الترغيب، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فكان أسلوبه مع أبيه أسلوب التودد والنصح بالتي أحسن. ولذلك يقول الله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا قلنا بأن إبراهيم عاش في بيئة كانت تمجد الأصنام وتنتجها وتعبدها، فسيدنا إبراهيم في ظل هذه الأجواء تألم لهذا الوضع، ولم يعجبه حال قومه وأبيه، وقبل ذلك أبوه طرده من بيته، يعني أنه علاش أنه ينصحه بالابتعاد عن صناعة الأصنام وعبادتها. ففي يوم من الأيام خرج إبراهيم عليه السلام ليلا وأتى لتلك الأصنام فهدمها وترك كبير الأصنام، فاجتمع قومه فسألوا عمن خربها أي الأصنام، فجاء ذلك في القرآن الكريم على الشكل التالي: قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ فتكلم أحد فقال: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أي سمعنا أحد الشباب يتكلم عن الأصنام وعلى أن نعبدها وألا كذا. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فلما أتوا بإبراهيم سألوه: أنت فعلت هذا بآلهتنا؟ يعني واش أنت اللي كسرت هذه الآلهة؟ فكان جوابه حكيما فقال لهم: بل فعله كبيرهم هذا، أي ذاك الصنم الذي تركه على وضعه، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، هذا جاء في القرآن الكريم، فقالوا: إنكم كنتم ظالمين، يعني عرفوا بأنهم قد ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله عز وجل وبإرادتهم أن ينتقموا من هذا الشاب الذي هو نبي الله إبراهيم. سنحاول أحبتي الكرام أن نتناول يعني قصة إبراهيم عليه السلام، يعني والجزاء الذي استحقه من النمرود الذي كان يحكم آنذاك هو فرعون ويلقب بالنمرود. سنحاول إن شاء الله في الحلقة المقبلة أن نتناول يعني بقية القصة، وسنقف عن رمي إبراهيم عليه السلام في النار في ذاك الموقف الرهيب الذي سانده فيه المولى عز وجل. أسأل الله تعالى أحبتي الكرام أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نكون ممن يقتفون أثر هؤلاء الرجال العظام الذي قال فيهم المولى عز وجل: فبهداه مقتده. نسأل الله تعالى أن يجعلنا على خطاهم، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصلاة والصيام، وأن يحشرنا في زمرة المصطفى الحبيب خير الأنام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.